هاي بيضم العالم مجموعة معروفة من المليارديرية، بيتركز القسم الأكبر منهم بروسيا ومن بعدها الولايات المتحدة ولندن. بارون المخدرات الكولومبي المعروف بابلو إسكوبار كان يصرف ببدايته حوالي 2500 دولار بالشهر على المغيطات يلي بيربط فيها مصرياته، وكان يخسر سنوياً 10% من أمواله لأنه الفيران كانوا يكلوها. حاول دونالد ترامب مرة أنه يرفع دعوة بخمسة مليار دولار على كاتب لأنه لقبه بمليونير بدل ملياردير، وترامب هو الملياردير الأقل مساهمة للجمعيات الخيرية. البليونير السابق هوارد هيوز كان ينزعج من ضوء النيون بلافتة سيلفر سليبر كاسينو، فاشتري وفك اللافتة. مين قال أنه تشاك فيني صار ملياردير سابق لأنه تبرع بـ 99% من ثروته للأطفال المحرومين من الدراسة وبقي معه بس مليونين دولار؟ أنا قال. بشوفكم بكره.